ننتقل إلى الخبر التالي، حيث يشهد استوديو خاص بصور السيلفي في لندن إقبالا واسعا للهواة وللمؤثرين أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر صور سيلفي محترفة مميزة ومختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح ممكناً بفضل سيلفي فاكتوري الواقع في ويستفيلد في بريطانيا، أحد أكبر مراكز التسوق في أوروبا. المصنع يضم 20 مقصورة بخلفيات مختلفة لصور السيلفي التي باتت حاضرة بقوة على الإنترنت بدعم من تطبيقات وبرامج على الهواتف الذكية، حيث تشير الدراسات إلى أنه في كل ثانية تلتقط أكثر من 1000 صورة سيلفي حول العالم. ويشكل الشباب الذين باتوا يعيشون حياتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي معظم الزوار بهدف تقديم صور مختلفة ومميزة بعيداً عن الحشود التي تجعل التقاط صور منعزلة أثناء الرحلات أمراً صعباً، إضافة إلى إقبال من المؤثرين المحترفين في وسائل الإعلام الاجتماعية لإطلاق حملات منتجات جديدة أو جلب المزيد من المتابعين. وتشمل المساحات جداراً من الكعك ودمية دب كبير، حفرة الكرة العملاقة، عشاء الخمسينات، زاوية الحلويات وشرائط ملونة للتجول من خلالها، ويقضي فيها الزوار ساعة يلهون ويلتقطون الصور بتكلفة 12 دولاراً تقريباً. لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً من حياة الأجيال الشابة، فهم دائماً على هواتفهم يضعون الهاشتاج في كل مكان، أما نحن فليس لدينا الوقت لذلك، لدينا وظائف. وتحظى مبادرات مماثلة بشعبية في آسيا وأمريكا الشمالية، ففي ظل الهوس المفرط بالسيلفي والإقبال المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، من المتوقع أن أماكن مثل هذه سوف تنمو في المستقبل. لميس إبراهيم، العربية.